لم يكون مثالي في حياته. تحدينا النهاردة هيكون في مجال الطالب والطالبة المثالية. فخامه رئيس الحقيقة من أولويات اهتماماته كل ما يخص الشباب. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونور البحر لا يهدي سفينة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدين. الإرهاب ما بيتحاربش بالسلاح بس، الإرهاب ممكن يتحارب بالفكر، بيتحارب بالأنشطة اللي زي دي. حلمي أبقى وزيرة للتنمية، أخدت جوائز في الشعر، في التمثيل، في الرياضة، أخدت جائزة لجنة التحكيم تمثيل من الفنان طارق الدسوقي. المكان الأكبر من الفوز بالنسبة لي هو أن أنا اتعرفت على الناس وعلى الناس الجديدة في حياتي دي، يعتبر مثاليين مصر. في الأدب أو الفن بتحب إيه؟ محمود العقاد، بالأخص العبقريات، عبقرية عمر. بالنسبة للفن أنا بحب الموسيقى جدا، بعزف بيانو، بحب مثلا أسمع لعمر خيرت، في كمان عمر الشريعي، بحب التمثيل جدا، بحب دور حضرتك جدا في مسلسل حارة العوانس مع أستاذة ماجدة زكي. رسالتي إني أسخر كل اللي اتعلمته طول الأربع سنين تدريبيا قبل ما يكون علميا لخدمة أهلي وناس، عشان اعرف شوشه ومصطفى عثمان وعمر القاضي لقال وقت استشهاده ما تنسونيش ان احنا مش ناسينهم، ان احنا شايلين حقوقهم وحقوق اسرهم فوق كتافنا. انا ما اقدرش اقول على نفسي فنانه او ان انا درست فن غير لما ابتدي ارسم الشوارع والبيوت في مصر وتبقى يبقى ده العادي. فرحانه بيكي جدا جدا، وفرحانه انك عارفه قيمه العمل وانك عشان تحققي حلمك فبتشتغلي وتتعبي وتسعي، والمساله مش سهله. انت بنت جدعه. انت كطالب مثالي بقى، يعني تقول ايه او تحل ازاي موضوع الاكتئاب ده؟ انا بنصح اي حد ليه فتره اكتر مثلا من 25 او 20 يوم بيمر بموقف معين، اكيد خلاص ما ينفعش، هو حاول مع الناس اللي هي قريب منه يبدا يتجه الى متخصص. احنا لازم نشيل عقده الطبيب النفسي. برغم من البطولات والانجازات العديده اللي حققتها، لأن أكبر وأعظم إنجاز بالنسبة لي هو دخولي أكاديمية الشرطة، وأنا من وجهة نظري إن أهم مبادرة اجتماعية ممكن أقوم بيها من خلال شغلي هي من خلال قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الذي ينصب في المقام الأول حوالين أربع اتجاهات: المرأة والطفل وكبار السن وذوي القدرات الخاصة. تحدي مهم جدا اللي هو فكرة القدرة للشباب. الحمد لله كنت من المشاركين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، شاركت في ملتقى شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة بجامعة المنيا. كنا سقف يعني على الامتيازات كلها. بحب أشكر وزارة الشباب والرياضة على المسابقات دي ودعمها ليها،